محمد رحمن من قناة جول كود، وهيا بنا نستكمل سلسلة الساس. نتكلم النهاردة عن ازاي نستدعي البيانات بتاعتنا في برنامج الايه ساس. تعال نفتح برنامج الساس استوديو. ازاي استدعي البيانات بتاعتي؟ كل سهولة هاجي عند سيرفر فايل اند فولدرز، سيرفر فايل اند فولدرز، وهاجي هنا هقول له نيو، يبقى تاني كده سيرفر فايل اند فولدرز اند فايلز هوم، هقول له نيو وهقول له فولدر، والفولدر دوت هسميه مثلا مثلا ماي داتا سيت وسيف. بقى عندي حاجه اسمها ماي داتا سيت، هدوس عليها كليك يمين كليك يمين وابلود فايلز. يبقى تاني كده انا كل اللي عملته جيت عند السيرفر فايلز اند فولدرز وجيت عند فايل هوم وقلت له نيو وفولدر، عملت فولدر جديد والفولدر دوت سميته ماي داتا سيت. وبعد ذلك هاجي هنا واقول له ابلود فايل ابلود فايل ابلود فايل. يبقى تاني كده عند تاني كده عند ماي داتا سيت في السيرفر فايلز اند فولدر واقول له ابلود فايلز، وهاجي هنا وتشوز فايلز. انا الداتا بتاعتي حاططها في الدوكيومنتس اهي. مثلا استدعي ايه؟ استدعي خلينا نستدعي لوجيستيك. ده داتا اسمه لوجيستيك كويس تمام. هتقول له ابلود، بيرفعها دلوقتي اهو، اضغط عليها ثم هتضغط على رن. يبقى تاني كده بعد ما تم رفعها تضغط عليها كليكين شمال ورن، هيجي لك كده ريبورت صغير بالداتا مثلا اسمها باسمها ايه work dot import، اتسيفت في work dot import. يعني انت لو جيت عند library وماي libraries work هتلاقيها اتسيفت في ايه؟ في import ماشي. وفيها بيقول لك 423 حاله واربعه variables واللينس بتاعها كذا و ودي كلها اهو. بيقول لك الفاريبلز اللي جواها عباره عن الايج دوت نيوميريك، والاي اتش دي اسكيميك هارت ديزيز عباره عن نيوميريك لان احنا مكودينها 0 1، والجندر نيوميريك لان انا مكودها برده 0 للفيميل 1 للميل، والسموكنج عباره عن كاركتر لانها عباره عن سموكر ونون سموكر وباس سموكر، والاوت بوت داتا نفسها اهي تمام. ولو عايز تشوف ايه، لو عايز تشوف ماشي ماشي خليك كده دلوقتي وايه ونشوف بعدين. انت لو عايز تعمل كده مثلا وهكذا ماشي. يبقى ديت الايه ديت طريقه استدعاء الداتا بتاعتي هنا. تعالى بقى اوريك ازاي تستدعى الداتا بتاعتك في الورك بنش. اهو الورك بنش بتاعنا، طبعا انت لو مش عارف يعني ايه ورك بنش اهو ورك دبليو اس ورك بنش. ازاي استدعى الداتا بتاعتي هنا؟ بكل سهوله هاجي عند WBS Server Explorer. WBS Server Explorer هيقول لي لا ده مش موجود عندي، ده ايه ده انت جبته منين؟ ده مش موجود عندي WBS Server Explorer. هقول لك تعالى عند ويندوز، تعالى عند شو فيو و WBS Server Explorer لو مش موجود اضغط عليه يظهر. وهتيجي عند ورك كليك يمين امبورت داتا سيت واضغط على تشينج، وانا اخترت لوجيستيك طبعا الداتا اللي انت حاببها يعني براحتك يعني، وامبورت تمام كمل بقى نيكست نيكست. طبعا هي عشان سي اس في فاختار كوبا طبعا ونيكست. وبيقول لك ديت الايه ديت الطريقه او الاكواد اللي احنا استخدمناها واهو الداتا بتاعتك اهي. لو انت عايز تشوف البروبرتيز بتاعتها اهو الديتيلز بتاعتها ماشي، السايز بتاعها مش عارف ايه اهو كل الايه دي البيانات الايه اللي عندك. وطبعا انا هعلمك ازاي نعمل برنت للداتا في صوره روبرت وكل الحاجات دي هنتعلمها دلوقتي، ولكن ديت هي كانت الطريقه اللي احنا بنستخدم بيها الداتا في ال دبليو بي اس وورك بنش.